مخطط إرهابي يلغي حفلات تايلور سويفت في فيينا. حفلاتها على مقياس ريختر. هي تايلور سويفت مغنية البوب الأمريكية التي تهتز الأرض تحت أغنياتها وتتسبب باحتباس حراري مع كل حفلة. عرفت سويفت بأغاني البوب الريفية ولديها جمهور غير مسبوق أي السويفتيز، وتشهد حفلاتها حضورا كثيفا يعكس هذه الجماهيرية الواسعة. Does anyone here know the lyrics to this bridge? وخلال حفل أحيته سويفت في سياتل الأمريكية، حضر 70,000 ملأوا مدرجات ملعب لومان بالمدينة، وكانوا أشبه بجمهور إحدى مباريات كأس العالم. وتسبب التفاعل الصاخب بالقفز والرقص لهذا العدد الكبير في هزة أرضية عادلت 2.3 على مقياس ريختر. كذلك أفادت هيئة المسح الجيولوجي في بريطانيا بأن آلاف المعجبين الذين حضروا حفلات سويفت الموسيقية في اسكتلندا في حزيران الماضي تسببوا بوقوع زلزال على بعد كيلومترات عدة من مكان الحفل في أدنبرغ. ولكن هذه المرة اهتزت حفلاتها بتهديد إرهابي من داعش. فما علاقة سويفت بالإرهاب؟ ألغيت 3 حفلات كانت مقررة لنجمة البوب في فيينا المعروفة بقطعة من الجنة، وذلك بعد تأكيد حكومة النمسا الكشف عن مخطط لمهاجمة الملعب الذي كانت ستقام فيه الحفلات. المأساة تم منعها، هذا ما أكده المستشار النمساوي الذي أعلن أنه بفضل التعاون المكثف من جانب الأجهزة الأمنية النمساوية تم كشف التهديد ومنع الكارثة. من جهتها لفتت الشركة المنظمة إلى أنه لم يكن لديها خيار سوى إلغاء العروض 3 المقررة من أجل سلامة الجميع، مضيفة أنه ستتم إعادة الأموال لمن اشتروا التذاكر. واعتقلت الشرطة النمساوية 2 يشتبه في تخطيطهما لشن هجمات على الحفلات الموسيقية. ولم يكن التهديد تهديدا عاديا، إذ أدلى أحد المشتبه بهم باعترافات كاملة وقال إنه كان ينوي تنفيذ الهجوم بالمتفجرات والسلاح الأبيض، وأن هدفه الانتحار وقتل عدد كبير من الأشخاص. خيبة أمل كبيرة تلقاها السويفتيز، إذ كان الإلغاء بمثابة صدمة للآلاف منهم الذين كانوا ينتظرون العروض بفارغ الصبر منذ ما يقرب من عام، وسافروا من جميع أنحاء العالم لمشاهدة سويفت مباشرة. وكانت الشركة المنظمة تتوقع حضور أكثر من 65,000 شخص يوميا على مدار 3 أيام.